بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا السؤال أيها الأحبة يعني يدور حول موضوع اللوح المحفوظ عند الله، وكيف يعلم الله سبحانه وتعالى ما سيقوم به العباد في المستقبل، وما علاقة ذلك بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ طيب، هل الدعاء يرد القضاء؟ هل للعبد يمكن أن يغير ما كتبه الله؟ هل الله يغير رأيه مثلا؟ طبعا أنا هنا أتذكر معكم أقوال بعض المشككين أن الله يغير رأيه ويمحو وينسخ إلى آخره. الحقيقة أحبتي في الله، علم الله يجب أن نعلم أنه خارج حدود وتصور الدماغ البشري المحدود جدا. إذا أردت أنا أن أستخدم تشبيها بسيطا وهو غير دقيق، ولكن يمكن أن أقول إذا أخذنا قطرة ماء من البحر واعتبرنا داخل هذه القطرة كل ما وصل إليه البشر والحضارات والأمم من علوم عبر التاريخ، وضعناها ضمن هذه القطرة، فإن هذا البحر وهذه المحيطات هي علم الله وأكثر طبعا، ولكن كتشبيه. لذلك أنا يعني عقلي المحدود لا أستطيع أن يعني أفكر كيف يعلم الله الغيب، لأن الله هو الذي خلق الكون. يعني أنا كإنسان منطقي أفكر بشكل علمي، الخالق الذي أبدع كل هذا النظام، الشبكة العصبية في الدماغ، مئات المليارات من الخلايا، هذا التعقيد الهائل في الكون وفي الإنسان وفي الطبيعة، الإله الذي أوجد هذا التعقيد وهذه الدقة المذهلة، هذا إله يجب ألا نقول كيف يعلم، لأنه من البديهي أنه يعلم كل شيء. هذا الإله قبل أن يخلق أي شيء هو يعلم ماذا سيكون، ويعلم ماذا سيتصرف هذا المخلوق، ويعلم هذه الورقة التي خلقت مثلا قبل شهر أنها اليوم ستسقط في أي مكان. هو يعلم كل ذرة من ذرات الكون أين هي موجودة، لأنه هو الذي خلقها. أيها الأحبة، يعني أنا عندما أنا كإنسان ضعيف عندما أكتب مثلا قصيدة شعر أو مقالة، يعني أنا أعلم كل كلمة أين هي موجودة ودلالات هذه الكلمة، ولماذا وضعت هذه الجملة هنا، ولماذا وضعت هذه الصورة هنا أو كذا. طب إذا كنا نحن البشر نعلم، كيف بإله البشر سبحانه وتعالى؟ فالله يعلم كل شيء علما يقينيا وليس احتماليا. يعني الله تعالى لا يخضع لنظرية الاحتمالات مثلنا نحن البشر، لا، حاشا لله. الله عز وجل لماذا أنزل هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ ليقول لك أيها الإنسان لا تيأس من رحمة الله، لا تقل إن الله كتب علي العذاب وتيأس، لا، الله قادر أن يمحو ما كتبه ويغيره كما يشاء إذا وجد منك إخلاصا، إذا وجد منك دعاء. وهذا التغيير أيضا مكتوب. يعني اليوم أيها الأحبة كمثال، معلش، تذهب إلى طبيب مثلا يعطيك دواء، يقول لك إذا حدث معك كذا خذ هذا الدواء، إذا تطور الفيروس
وسبب مضاعفات معينة، خذ هذا الدواء إذا كذا، يعطيك احتمالات وهي مكتوبة. فالله عز وجل حتى أنت عندما تدعو الله ويبدل هذا الإله العظيم ما كتبه لك، كتب لك مثلا العذاب فبدله وكتب لك الرحمة، هذا التبديل أيضا مكتوب عنده، كل شيء مكتوب أيها الأحبة. ولكن الله يخاطبنا على قدر عقولنا المحدودة، يعني إله عظيم يخاطب مخلوق تافه هو الإنسان لا شيء، فهل يخاطبه بشيء لا يفهمه؟ طيب القرآن عندما أنزل ألف لام ميم نحن لا نفهم معناها اليوم، ماذا قال الملحدون؟ قالوا القرآن يحوي وفيه أساطير وفيه كذا وفيه ألغاز وفيه كلام لا معنى له، مع العلم أن هذه الحروف النورانية لها معاني ولها أسرار عظيمة جدا تفوق يعني دماغ البشر. فلذلك أحبتي في الله، الله عز وجل يكتب لك الخير، يريدك أن تستغفره، يريدك أن تثق أن هناك إلها رحيما عظيما، حتى لو ارتكبت كل الموبقات وكل أنواع الظلم وكل أنواع الفاحشة وكل أنواع المعاصي وكل أنواع ما نعلم وما لا نعلم، ثم يكفي أنك تقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إذا قلتها غفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. الله عز وجل يقول لنا في الحديث القدسي، يخاطبنا نحن بني آدم، وعندما يقول الله يا ابن آدم معنى ذلك أنه يشمل المؤمن وأهل الكتاب والبوذي وعبدة النار والملحدين ويشمل كل الأصناف. إذا أذنبت ذنوبا بلغت عنان السماء، جبال من الذنوب، ثم أتيت الله عز وجل وأنت لا تشرك به شيئا غفرها لك ولا يبالي عز وجل. فإذا القضية الله يريد هذا القلب، يريد الإخلاص في هذا القلب، لأنك بمجرد أن يعني أصلحت علاقتك مع الله ونقيت قلبك من الحقد والغل والظلم والظن السيء، ستجد أن حياتك تغيرت بالكامل، وأن هذا الإله العظيم يمكن أن يغفر ذنوبك بلمح البصر. لذلك أيها الأحبة، نحن يجب أن نعتقد، يعني أنا عقيدتي الخاصة أنا كمؤمن خلال قراءتي للقرآن ولأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله كتب كل شيء وعلمه علم مؤكد 100%، ولكن بنفس الوقت أنا أختار كل شيء بحرية مطلقة بنسبة 100%، لا أحد يجبرني. ولكن علم الله أعلى بكثير من أن نستطيع أن نحلل كيف يعلم، يعني أنا لا يستطيع دماغي أن يحلل كيف الله يعلم الغيب، لا أستطيع. ولكن أنا الذي أعتقده أن هذا الإله العظيم الذي خلق المجرات وخلق الكون وخلق هذه الدقة والإبداع لديه علم أكبر بكثير مما لدينا نحن البشر. اليوم برنامج صغير تضعه على الموبايل يتجسس عليك ويسجل بالصوت والصورة ما تقول ويعلم عنك كل شيء، برنامج وهو لا يعقل، هو شيفرة، يعني بالنتيجة هو شيفرة ليس شيء ملموس. طيب كيف بخالق الكون؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لذلك أيها الأحبة، خلاصة هذا اللقاء، كل شيء أنا مكتوب علي، الله كتب علي، أنا أعتقد يقينا أن هذه الحركة مكتوبة علي، هذه الحركة التي أحرك يدي بها
وهذا الحروف التي أنطقها مكتوبة قبل أن يخلق الله الكون. هذا تصوري لعلم الله، ولكن بنفس الوقت أنا كبشر الله أعطاني حرية تامة، أستطيع أن أفعل هذا أو أفعل هذا. فأنا عندما وصلت إلى هذه القناعة ووصلت إلى يقين بوجود الله، أنا لا أحب النار. لذلك أنا إذا كان هناك معصية وهناك أمامي شيء يرضي الله، أنا أتبع ما يرضي الله، لماذا أعصي الله؟ لذلك من يقول إن الله كتب علي المعصية فلما يعذبني، هذا إنسان جاهل كاذب أصلا، هو لم يستيقن بوجود الله. والله أخي الحبيب، إذا استيقنت بوجود الله وأيقنت أنه معك الآن يسمعك ويراك ويحفظك وقادر على كل شيء، هذه المرحلة إذا وصلت لها صدقني سوف تكره المعصية. يمكن أن تعصي الله ولكن وأنت كاره، يمكن أن تكذب أحيانا ولكن أنت تكره هذا الأمر لأنه يغضب الله عز وجل. ستجد حياتك تحولت من إنسان مشرد في هذه الدنيا يلهث وراء المال وراء العمل وراء التجارة وراء الأولاد وراء النساء وراء كذا مشاغل الدنيا وزينة الدنيا، يتحول إلى إنسان همه إرضاء الله عز وجل. تتحول إلى إنسان الهم الوحيد لك في هذه الدنيا كيف ترضي هذا الخالق، لأنك بما أنك أيقنت أنه موجود لا لم تعد تحمل هم الرزق ولا هم الصحة ولا هم المرض ولا خوف من المستقبل ولا خوف ماذا سيحصل غدا، لأنك في أي لحظة أنت تستعد للقاء الله، ربما اليوم تلقى الله عز وجل، وبالتالي لماذا تفكر ماذا سيحصل غدا وماذا سأفعل وكذا وكذا. إذن أخي الحبيب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يعني العلم الحقيقي عند الله وليس عندنا نحن، والله قادر أن يمحو ذنوبك، أن يمحو ما كتبه عليك من مصير سيء يبدله خيرا. فسارع إلى التوبة، سارع إلى التعرف إلى هذا الخالق العظيم، لأن هناك لذة أيها الأحبة، لذة التعرف إلى الله، لذة أن تدرك أن الله بجانبك. الله يقول لي ولك ونحن أقرب إليه، للإنسان يعني، من حبل الوريد. حبل الوريد هذا الذي هنا، هذا الحبل كم هو قريب منك، إذا انقطع تموت. الله أقرب إليك منه. فالتعرف إلى هذا الإله هو أفضل علاج للهم والغم والمشاكل والمخاوف والأحزان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.